معي من مكة المكرمة نائب مدير الاتحاد الروهينجي عبد الله معروف. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عبد الله. من جديد نتحدث عن تفاقم معاناة الروهينجا، ولكن في مقابل هذا لا نتحدث عن شيء جديد فيما يتعلق بالجهود المبذولة من أجلهم، يعني لا يتغير المشهد من هذه الزاوية. نعم، بداية نشكر قناة الآن على هذه التغطية المستمرة لقضية الروهينجيا وهذه المأساة المنسية. حقيقة المأساة مستمرة والنزوح مستمر إلى يومنا هذا، وبالأمس القريب ربما شاهد العالم مقطعا وهناك يعني الطفل قضى نحبه من شدة العطش وهم محتجزون عند الشاطئ، لا يجدون حتى قوارب تقلهم وتنقلهم إلى أماكن أخرى، ولا يجدون حتى ماء للشرب، وبعض الأطفال شربوا من الماء المالح ثم قضوا نحبهم. حقيقة المأساة كبيرة جدا ولم يتغير في أرض الميدان والواقع شيء. يعني قبل يومين كانت هناك جلسة في مجلس الأمن بدعوة من بريطانيا وفرنسا، وجلسوا لمناقشة هذا الواقع، وأيضا خرجوا ضمن يعني بالتوصيات التي دائما نحن نسمعها وتتكرر منذ 25 أغسطس من إيقاف آلة القتل والسحر والسماح للمنظمات الإنسانية للوصول إلى مواقع المنكوبين، ولكن لا جديدة على أرض الميدان وعلى أرض الواقع. الأمر الذي يعني أصبح الآن ملحا على أن تكون هناك خطوات بنوع آخر ومن جهة أخرى وبطرق أخرى تجاه هذه الدولة التي تعنتت وكابرت وما زالت تستمر في القتل والسحل وطرد هؤلاء المساكين. طيب لماذا اليوم لا نتحدث عن تغيير في المشهد، عن مساعدات على الأقل عندما يحاول الروهينجيون الخروج، يعني فيما يتعلق بالداخل بغض النظر عما يحدث في الداخل ولماذا لا تتم المساعدة؟ وبورما دائما يعني تتحجج بأنهم هم من يبدأ العنف، وهذا طبعا يعني كله يكلل مخاوفها من ازدياد عدد المسلمين هناك. ولكن وبنغلاديش قالت بأن وكانت لافتة جدا موضوع وكم الخيم الذي ستوفره، ولكن عند بالقوارب التي تنقل حتى يعني على الأقل لا يمكن تأمين ما يلزم لنقل هؤلاء فقط. نعم، نحن حقيقة يعني منذ قرابة 14 يوم ونحن نناشد وننادي العالم بتوفير بعض القوارب لنقل هؤلاء المحتجزين، ولكن للأسف السلطات الميانمارية لا تسمح أيضا بوصول تلك القوارب التي كانت تنطلق من بعض المحسنين من بنغلاديش لنقل هؤلاء المساكين. وحتى بالأمس القريب حقيقة ونحن نحاول مع بعض الصيادين لنقلهم بأي طريقة بأي وسيلة، ولكن يعني كلهم يحتجون أن الرصاص البورمي لا يرحمهم وربما إذا اقتربوا يقتلهم، فهم يريدون يعني كما يعني صرحت المفوضين العليا لشؤون اللاجئين قبل أيام أنهم يريدون يعني تطهير ممنهج للمنطقة وقتلهم بسياسة التجويع. يعني هذا الواقع الذي نشاهده العالم الآن أمام صمت الجميع، فهناك يعني ممارسات تعسفيه قائمه وامام صمت العالم. حقيقه نحن الى متى ننتظر يعني او نحن نتفرج الناس هؤلاء يموتون الواحد تلو الاخر؟ الذين وصلوا الى بنغلاديش رغم ضعف الاحتياجات الموجوده ولكن وصلوا الى بر الامان. هناك مطالبات من دوله بنغلاديش لاقامه منطقه امنه للروهينجيا، ولكن الى الان لم نرى هناك يعني شيئا على ارض الواقع ولا قرارا يعني ملزما على ميانمار من مجلس الامن. أنا سأشكرك جزيلا وسنتابع معك دائما كالعادة الموضوع من مكة المكرمة. شكرا جزيلا لك نائب مدير الاتحاد الروهينجي عبد الله معروف.